السلام عليكم ورحمة الله إخوان. الطريقة ديال حذف الفيديو على اليوتيوب طريقة راه سهلة. بعد ما نشرتوا واحد الفيديو على اليوتيوب في القناة ديالكم وبغيتوا تحيدوا داك الفيديو نهائيا، ما يبقاش يطلع. طريقة سهلة على الحاسوب، وطريقة أيضا راه تلقاوها في صندوق الوصف كيفاش تعملوا تحيدوا داك الفيديو على اليوتيوب، واحد الطريقة سهلة أيضا على الهاتف. إذا بالنسبة للحاسوب، غنمشيو للمتصفح ديال جوجل كروم او المتصفح فايرفوكس. حاولوا تدخلوا يعني القناة ديالكم على اليوتيوب، مثلا هذه هي القناة مثلا او واجهة القناة على اليوتيوب. نحاول نبدل الحساب ديال القناة، ونعمل هنا تبديل الحساب، وكنمشيو للقناة نتوما اللي عندكم على اليوتيوب. والطريقة ديال سهلة ديال حذف يعني الفيديو على اليوتيوب، واحد الطريقة يعني سهلة. اذا هنا كاين هذه هي الصوره ديال الغلاف ديال القناه. كنمشي لاستوديو اليوتيوب. بعد ما كنمشي لاستوديو اليوتيوب هالطريقه كيف ما قلت لكم كتخدم على الحاسوب، والطريقه ديال كيفاش تحيدوا الفيديو على من اليوتيوب نهائيا في صندوق الوصف تلقاو الطريقه على الهاتف. اذا هذه هي لوحه البيانات الخاصه بالقناه. كنمشيو لهنا المحتوى. بعد ما هنا كنمشيو للمحتوى كندخلوا الفيديوهات اللي عندنا حنا في اليوتيوب، وبغينا نحيدوا واحد الفيديو اللي لقينا عليه شي مشكل ونحذفوه نهائيا. اذا هنا كنمشيو هذه القناه اللي كاين هنا التفاصيل، نحاول نقر على داك التفاصيل. هنا كيعطيك صندوق الوصل لهذا الفيديو. اذا حنا بغينا يعني نحيدوا هذا الفيديو نهائيا باش ما ياثرش على القناه وما يكونش فيها واحد المشكل على داك الفيديو اللي حنا عملناه. اذا هذا الفيديو هذا انا اللي عملته على القناه ديالي، جاني ريكلاماسيون. المشكل اللي كان فيه هو واحد الاشهار كان دار يعني في الفيديو على اليوتيوب، جاتني ريكلاماسيون في الجيميل بان هذاك الفيديو يعني ما عاد تربحش عليه واحد الدخل. اذا ضروري يعني نحاولوا ندخلوا الاستوديو اليوتيوب مره اخرى، نحاولوا ندخلوا اليوتيوب ستوديو مره اخرى ونحيدوا داك الفيديو يعني نهائيا بواحد الطريقه يعني سهله. اذا هذه هي لوحه البيانات الخاصه بالقناه. اذا هنا هي لوحه البيانات الخاصه بالقناه، والطريقه راه سهله باش تحيدوا داك الفيديو يعني نهائيا. لاحظوا معي الاخوان في كاين ثلاثه نقاط الخيارات، هنا كاين الحذف نهائيا، صافي الفيديو هنا. لاحظوا معايا، هل تريد حذف هذا الفيديو نهائيا؟ نعم، أدرك أن عملية الحذف هذه نهائية ولا يمكن التراجع عنها. نقول أنا في هذه البلاصة هذه هنا ونعمل الحذف نهائيا، وهكذا كيكون ذاك الفيديو اللي عملناه احنا اليوتيوب تم حذفه نهائيا. بهذه الطريقة كنكون قد ساليت من الشرح ديال هذا الفيديو، كيفية حذف الفيديو نهائيا على اليوتيوب، واحد الطريقة سهلة. إذا كنتمنى إخوان تكونوا استفدتوا بما فيه الكفاية، وما تنساوش تعملوا لايك هذا الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.